المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الجادين نقدم لحظاتكم عرض السابع الرئيسي لهذا المساء. غادر اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديب إيتنو البلاد متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة خاصة يقوم بها، وكان في وداعه بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الحكومة بايمي باتاكي ألبير، رئيس الجمعية الوطنية هارون كبادي، وأعضاء الحكومة والعاملين برئاستي الجمهورية والوزراء.